تأهل تاريخي إلى دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا. وهذه هجوم آخر للفريق على الجهة اليمنى للاتحاد صاحب اللون الأحمر والأبيض. لاحظوا الإعادة في اللقطة الماضية، تدخل الدفاع. أعتقد يحيى الشريف هو المنفذ مخالفة، والتهديد حقيقي. المخالفة المباشرة، عواج يتردد في التنفيذ، منفذة ولكن كرة أرضية. لاعبو شبيبة الصورة يطالبون بركلة جزاء، لكن الحكم بن براهيم كان قريبا من اللقطة. لاحظوا الإعادة، هل لمست الكرة يد المدافع؟ مباشرة منفذة، كاد أن يكون الخطر في تنفيذها. أعتقد بوعمرية والمتخصص، لكن بعيدة تماما فوق المرمى من ستيتي المدافع الأيسر. يتردد، ينفذ مباشرة الرأسية، كاد أن يكون الهدف الأول. أعتقد كانت من كوناتي وليس من بركة. جانب أنصار شبيبة الصورة، جاءوا من بشار. مراوغة، يجد فرحي، والتوزيع العرضية الرأسية جيري حمار. بلعويدات من أمام الحارس شباب شبيبة الصورة. بلعويدات، هذا هجوم لشبيبة، تسديدة رائعة جدا ممتازة من بلعويدات. بلعويدات يراوغ باليمنى وبنفس الرجل تقريبا يسدد، لكن البراعة والإنقاذ كان من الحارس إبراهيمي. الركنية منفذة، حداري في المرمى في التنفيذ. زيناسني يضيعها، وإبراهيمي يتألق. هل سيسجل الاتحاد؟ التنفيذ والهدف الأول، الهدف الأول. بلعويدات يتقدم ويضيع، مفاجأة كبيرة. التنفيذ، اتحاد الأخضر أيضا يحقق مفاجأة كبيرة، مفاجأة مدوية، ويتأهل إلى الدور السادس عشر من كأس الجمهورية. التأهل، كنت بطلا في هذه المواجهات، في هذه المواجهة كنت حاب تروح لضربات أو ركلات الترجيحية في هذه المباراة؟ حسينا كنت حاب. الأولى الحمد لله pour cette qualification. Je remercie les supporters maloulin à tous les hal. Je remercie staff technique, staff dirigeant,